بعد ما خلصنا الاسندنج تراكتس نتكلم على الديسندنج تراكتس. التراكتس اللي شايله الموتور اوردرز من السي ان اس، اللي شايلاه من البرين وهتوصله للتارجت اورجانز، سواء كان هذا الاورجان مصل او جلاند. التراكتس ديت اسمها ديسندنج تراكتس. اول واحده في الديسندنج تراكتس هي البيراميدال تراكتس. والبيراميدال تراكتس ديت نوعين، كورتيكو سباينال تراكت. الكورتيكو سباينال تراكت هو النوع الاول من البيراميدال تراكت. هذه التراكت مكونه من تجمع نيوكلياي يخرج منها نيرف فايبرز مكونه نيورون واحد يمشي في حزمه، هي الكورتيكو سباينال تراكت. نرسم الخريطه بتاعتنا. ده وان ليفل اوف ذا سباينال كورد، في الجري مطر في الداخل والهوايت مطر في الخارج. الجري مطر كان شكل حرف الاتش، كان الانتيريور هورن بتاعها هو الموتور هورن، ما كانش وصل للسيرفيس اوف ذا سباينال كورد. البوستيريور هورن هو كان الدورسال هورن، هو السنسري هورن. هنا عملنا اتنين ليفلز، بالتاكيد هنتكلم عملنا اتنين ليفلز علشان في حكمه معينه هنحكي عليها بعد شويه. بعد الاسبانال كورد هيقابلني البرين ستيم باجزائه الثلاثه، اللور بارت اللي هو المضله، المضله المفروض لها جزئين، ما دام الجزء اللي مش باين عندي فيه فورس فينترجل تبقى دي اللور مضله اللي هي الكلوزد مضله. اعلى منها على طول هنجد البونس اللي هو الميدل بارت اوف ذا برين ستيم، يليه من اعلى الميد برين اللي هو الابر بارت اوف ذا برين ستيم اللي ما فيش فيه فورس فينتريكل، اللي فيه السيريبرال اكويدكت وراكب عليهم كلهم من فوق السيريبرم بشكله المهيب بالاجزاء بتاعته من خلال هذا السكشن. ده كان في الانتيريور هورن، ودي الجري مطر اللي لوكيتد في الداخل اللي هي كانت البيزال جانجليا الكوديت نيوكليوس اللينتيفورم نيوكليوس، ودي السلاموس ما هياش بيزال جانجليا لكن اريا اخرى من جري مطر اللي هي جزء من الداينسيفالون، وده كان الكوربس كالوزم اللي راكب فوق الانتيريور هورن من فوق ومن تحت، وده كان الهوايت مطر اوف ذا سيريبرال هيمسفير اللي كانت موجوده بالداخل ويحدها من اعلى الجري مطر اوف ذا سيريبرال كورتكس. البيراميدال تراكت الكورتيكو سباينال تراكت مكونه من جزئين اتنين، نيرف سيلز. نيرف سيلز متجمعه مع بعض في صوره نيوكلياي، هذه النيوكلياي متوزعه في السيريبرال كورتكس. التراكت بتاعتنا النيوكلياي بتاعتها مكونه من نيرف سيلز اسمها بيراميدال سيلز. البيراميدال سيلز كانت موجوده في موتور اريا 4، اما الكورتيكو سباينال تراكت اللي هو الجزء من البيراميدال تراكت كانت البيراميدال سيلز بتاعتها موجوده في الابر 2 ثيردز اوف موتور اريا 4، واريا 4 اللي كانت موجوده فين؟ في البري سنترال جايروس اوف ذا سيريبرال هيمسفير. تجمع النيرف سيلز كونت نيوكلياي، عملت بروجكشن لنيرف فايبرز مشيت في صوره حزمه. اشهر ديسندنج تراكت هذه الحزمه هي الكورتيكو سباينال تراكت، هتمشي كورس معين في السيريبرم وكورس اخر في البرين ستيم باجزائه الثلاثه، والكورس الثالث فين؟ في السباينال كورد. بس كلهم هيمشوا الكورسات ديت بيبقوا كونتينيوس وزاوت انتربشن وزاوت ريلي، كورس واحد بدون اي معوقات ولا فواصل. هذا الكورس الواحد اللي ابتدى من عند هذه النقطة اللي هي اريا 4 في تجمع البيراميدال سيلز اللي موجودة in the upper two thirds of area 4 هينزل منها الكورتيكو سباينال تراكت. وتعالوا نشوف الباسوي بتاعها. اولا في السيريبرم، في السيريبرال هيمسفير تتجمع النيرف فايبرز، اتجمع الاكسونز، اتجمع في صورة حزمة يسموها كورونا رادياتا، هتمشي تتجمع في الانترنال كبسول بس في الانتيريور هاف اوف ذا بوستيريور لمب اوف انترنال كبسول. ايه هو الانترنال كبسول؟ هو الممر، هو البرزخ
الكائن بين أجزاء البيزل جانجليا والذي يسمح بمرور التراكتس من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. إحنا شفنا التراكتس كتير من التراكتس اللي فاتت كانت ماشية في الانترنال كبسول، بس كانت أسندنج تراكتس اللاترال والفنترال الإسباني السيراميك والجراسيول والكونييت. أما التراكتس اللي كانت نازلة بتاعتنا هنا اللي هي البيراميدال تراكت مشيت أيضا في الانترنال كبسول في البوستيريور لمب من هنا، في البوستيريور لمب اللي هو يقع بتوين مين؟ قاعد بتوين ذا لينت فورم نيوكليوس اند سالاموس، وهينزل لتحت. هينزل لتحت هيصل الى الميد برين. الميد برين اللي هو المشوار الثاني اللي مشيت فيه الكورتيكو سباينال تراكت الحمراء دي. الكورتيكو سباينال تراكت باجزائها الاثنين اللي مكونه من جزئين، جزء كبير وجزء صغير. هنتكلم الاول على الجزء الكبير بتاعنا ده. مشيت التراكت في الميد برين، مشيت في الميد برين في الانتيريور بارت اوف ذا ميد برين. افكركم الميد برين كان مكون من ثلاث اجزاء، البوستيريور بارت اللي هو التكتم اللي كان بيقع بيهايند ذا سنترال كانال بيهايند ذا سيريبرال ايكوداكت، الميدل بارت اللي اسمه تيجمنتم اللي كان بيقع ان فرونت اوف ذا سيريبرال ايكوداكت، اما الانتيريور بارت اللي هو ده كان اسمه السيريبرال بيدانكل. السيريبرال بيدانكل ده كان مكون من ثلاث اجزاء، الجزء الامامي منه اللي هو بيتشاف من الانتيريور فرو اسمه الكراس سيربرم، ده كان متقسم لخمس تخماس. التلات تخماس اللي في النص هتمشي فيهم مين؟ الاجزاء الجزئين بتوع مين؟ هيمشوا بجزئين الكورتيكو سباينال تراكت. يبقى المسار بتاعه في الميدبرين ان ذا ميدل 3 فيفسز اوف ذا كراس سيربرم، هينزل بعد كده على البونس. هيمشي في البونس فين؟ هيمشي في الانتيريور بارت اوف ذا بونس. هيمشي متخللا مين؟ الترانسفيرس بونتاين فايبرز. الترانسفيرس بونتاين فايبرز اللي كانت ماشيه بالعرض وبتكون من على السيرفس الترانسفيرس ستريكس واللي بتتجمع على الانتيريور بارت ومكونه الميدل سيربرال بيدانكل. هيمشي متغللا او متخللا هذه الترانسفيرس بونتاين فايبرز. تنزل الديسندنج تراكتس بملايين الفايبرز اللي بتاعتها اللي مشكله هذه التراكتس تصل الى المظله. في المظله احنا قلنا المظله فيه جزئين، ابر مظله اللي هي الاوبن مظله ولور مظله اللي هي الكروز مظله. في الابر بارت اوف ذا مظله اللي هي الاوبن مظله هتمشي على الانتيريور سيرفيس مكونة زحمة تراكتس، هتعمل بلج على السيرفس من بره مسببة حدوث الاكسترنال فيتشر اوف ذا انتيريور سيرفس اللي اسمه البيراميد. اذا البيراميد اللي شفناه على الانتيريور سيرفس اوف ذا مظلة كان سببه زحمة التراكتس، ملايين التراكتس اللي بالداخل اللي هي ملايين الكورتيكو سباينال تراكتس محدثة هذا الانتفاخ اللي كان اسمه البيراميد. ده في الابر مظلة. اما في اللور مظله فيحدث حدث عجيب، هنجد ان 80% من الفايبرز المكونه للكورتيكو سبينال تراكت هتعمل كروس تو ذا اوبوزيت سايد، و20% هترفض الكروس وتفضل تمشي فين؟ تمشي في السيم سايد وزود ديكاسيشن. يبقى هنا ال 80% هيعملهم كروس ويعملهم ديكاسيشن، وال20% يمشوا في السيم سايد وهيرفضوا يعملهم الديكاسيشن حتى يصلوا الى مين؟ الى السباينال كورد. في السباينال كورد يصلوا الى الانتيريور هورن. هو هيمشوا فين في الاول في السباينال كورد؟ هنجد الاتي. الكروست اللي هي الفايبرز ال 80% اللي عبرت للاوبوزيت سايد هتمشي في اللاترال فانيكولاس ان ذا وايت مصر وتمشي تعمل ايه؟ هتعمل ريلي في الانتيريور هورن سيل. اما الانكروسد كان عامله ايه؟ كان مشوا في الانتيريور فانيكولاس اللي كانت ماشيه في اللاترال الاخضر ده او الازرق على الناحيه الثانيه، هيمشوا في الانتيريور فانيكولاس، انتيريور فانيكولاس اوف ذا وايت مطر، ويروحوا يعملوا ايه؟ هتعمل كروس للاوبوزيت سايد وهناك هتعمل ريلي في الانتيريور هورن بتاع الناحيه الثانيه. يبقى ال 80% اللي عدوا الاوبوزيت سايد هيعملوا ريلي في الانتيريور هورن سيل هنا، وال 20% هيرفضوا يعملوا ريلي هنا، يعملوا ريلي في الناحيه الثانيه. حصل الريلي في الانتيريور هورن، خلاص انتهت هنا الكورتيكو سباينال تراكت. وبعد كده هيمشي بقى ايه؟ هيمشي جزء اخر ملوش علاقه بالكورتيكو سباينال تراكت،
هيمشي البريفرال نيرف بالاجزاء بتاعته، بيكونوا مين؟ الفنترال روت اللي هو الموتور روت اللي هو النص الموتور من السباينال نيرف اللي هيتحد مع الدورسال او البوستيريور روت مكونا الميكسد نيرف ترانك اللي هو البريفرال نيرف نفسه اللي هينقسم لدورسال ريمس وفنترال ريمس ويروحهم للعضلات المرجو تحركها على الناحية حد ما تحركها من عضلات الجسم. ده كان الباسوي اوف ذا بيراميدال تراكت، الجزء الاول اللي كان اسمه الكورتيكو سباينال تراكت. تعالوا نشوف ادي طبعا ايه المسار بعد كده البريفرال نيرف. دي شويه بيانات، ادي اريا 4 وده الكورونا رادياتا اللي هو كان المسار اللي مشيت فيه البيراميدال تراكت في السيربرال هيمسفير. ده الانترنال كبسول، الانترنال كبسول اللي مشي في البوستيريور لم، في الانتيريور هاف اوف ذا بوستيريور لم، وبعد كده نزلت منها على الكراس سيربرم اللي كانت احتلت الميدل 3 فيفسز، ومنها بعد كده كانت على البونس فالمضلب جزئينها والسباينال كورد. وبذلك تنتهي الجزء الاول من البيراميدال تراكت اللي هو الكورتيكو سباينال تراكت. الجزء الثاني من البيراميدال تراكت اللي هو الكورتيكو بالبر او يقولوا عليها الكورتيكو نيوكليار او التراكت المختصه بالكرينيال نيرفز. هذا الجزء من البيراميدال تراكت الفايبرز بتاعته الريلي بتاعها هيكون في الموتور نيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرف، اذا دي المسؤوله عن تشغيل الكرينيال نيرفز اوف ذا اوبزيت سايد، ودي هنرجع نقسمها لقسمين اثنين، ميديال كورتيكو بالبر ولاترال كورتيكو بالبر. وكل من الميديال واللاترال كورتيكو بالبر هيختصهم بتحريك او بتشغيل اللور 10 كرينيال نيرفس اللي هم من 3 الى حد 12 باستثناء 8. تعالوا نشوف عندنا الكورتيكو بالبر تراكس اللي هو كان الشق الثاني من البيراميدال تراكت. ده كان سيكشن في السباينال كورد موضحا فيه الديب اوريجين اللي هو النيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرفس اللي كانت موجوده في المظله اللي هو التاسع والعاشر وال11 وال12 والسفرنجال والفيجاس والاكسسوري والهايبوجلوسال نيرفس. ده كان النيوكلياي او الديب اوريجين بتاع هذه الكرينيال نيرفس. فوق من المظله كنا هنجد البونس، وفي البونس كنا هنجد الديب اوريجين بتاع اربعه كرينيال نيرفس اللي هو الترايجمنال الخامس والابديوسنت السادس وكان الفيشل السابع، اما الثامن كان الاوديتوري، ده كان بيور سنسوري نيرف وده له مسار او له قضيه لوحده هنتكلم عليها بعدين. ثم المظله الميد برين بعد ذلك، وكان في نيوكلياي لتو نيرفس الثالث اللي هو الاوكولوموتور والرابع اللي هو كان التروكليار نيرف. دول كان اخر 10 كرينيال نيرفس اللي هو اللور 10 اللي كانوا ديب اوريجين بتاعهم كان او النيوكلياي بتاعتهم كانت موجوده في الاجزاء الثلاثه بتاعه البرين استم. فوق شويه هنجد عندي هنا السكشن الشهير للسيريبرال هيمسفير بالبارس بتاعته. البدايه هي الاريا المسؤوله عن ارسال النيرف امبلسز من خلال تجمع نيوكلياي، تجمع نيوكلياي اللي هي عباره عن تجمع نيرف سيلز، نيرف سيلز تتجمع مع بعض، النيرف سيلز الموجوده هنا بيراميدال سيلز متجمعه مع بعض في اتنين ارياز، اريا 4 اللي هي الموتور اريا، واريا 8 اللي هي الفرنتال اي فيلد اللي كانت قاعده قدامها بشويه. هتتجمع الاكسونز بتاعت النيرف فايبرز المكونه للكورتيكو بالبر تراكت بشقيها الميديال واللاترال كورتيكو بالبر، ونشوف هيمشوا ازاي. ده كان بقية البيانات الكراس سيريبرم. ادي عندي التراكت الاولى اللي هي كانت الميديال كورتيكو بالبر تراكت. الاكسونز هتطلع من النيرف سيلز، النيرف سيلز اللي كانت موجوده في اريا 8 اللي بيسموها الفرونتال اي فيلد. هتتجمع الاكسونز مكونه تراكت، هذه التراكت اللي هي الميديال كورتيكو بالبر اللي كانت مختصه اسمها فرونتال اي فيلد، يعني بتشغيل الاكسترا اوكولار ماسلز من خلال الكرينيال نيرفز اللي بتوصل لها اللي هو الثالث والرابع والسادس.
هتمشي الاكسونز مكونه الميديال كورتيكو بالبر تراكت، هتمشي في الكورونا رادياتا، ومن الكورونا رادياتا هتوصل للجينيو اوف ذا انترنال كبسول. الانترنال كبسول كان مكون من ثلاث اجزاء: انتيريور ليمب، بوستيريور ليمب، وجينيو. الانتيريور ليمب بين الكوديت نيوكليوس واللينتيفورم، البوستيريور ليمب بين السلامس وبين اللينتيفورم، الجينيو بين الثلاثه اللي هو الركبه اللي هو القمه قمه الانترنال كبسول. هتصل الى جينيو اوف ذا انترنال كبسول، من الجينيو اوف ذا انترنال كبسول هتنزل مباشره على مين؟ على الميد برين. الميد برين احنا اتفقنا الميد برين مكون من ثلاث اجزاء زي ما قلناها في السكشن التراكت اللي فاتت. مين اللي بيحدد الثلاث اجزاء؟ السيريبرال ايكوداكت، ما خلفها اسمه تيكتم، ما امامها اسمه تيجمنتم، اما الموستر انتيريور بارت اللي كان اسمه الكراس سيريبرام او السيريبرال بدانكل. السيريبرال بدانكل ده كان مكون من ثلاث اجزاء هو كمان، الموست انتيريور بارت بتاعه اسمه الكراس سيريبرام اللي هيتقسم الى خمس تخماس. احنا قلنا الثلاث تخماس اللي في النص كانوا مشغولين بالكورتيكو سباينال، الخمس الميديال اللي هو الميديال 1/5 هيشغلوا الميديال كورتيكو بالبر تراكت. الميديال كورتيكو بالبر تراكت هتشغل اوكيباي ذا ميدل 1/5 اوف ذا كراس سيريبرام، وبعد كده هتعمل ايه؟ هتطلع بقى منها الوصلات اللي هتنتهي في الكرينيال نيرف نيوكلياي 3 و4 في الميد برين، اما 6 فيصل الى البونس ومنه الى الابديوزنت نيوكلياس. بالشكل ده خلص الابر موتور نيورون المشكل للكورتيكو سباينال تراكت اللي هي الكورتيكو نيوكلير تراكت اللي بتشغل عضلات العين اللي اسمها ميديال كورتيكو بالبر تراكت. طيب امال بقيه الكرينيال نيرفس اللي هم كام؟ اللي هم كان 5 و7، قلنا 8 مش معانا، ال 8 ده سنسوري، ومن 9 ل 12 كان هيشغلهم اللاترال كورتيكو بالبر تراكت. فين اللاترال كورتيكو بالبر؟ ادي اللاترال كورتيكو بالبر تراكت. ايه حكايته ده؟ احنا عايزينه مكونا من جزئين، السيل بودي بتاعه اللي هي البيراميدال سيلز اللي موجوده فين؟ في اريا 4. لا انا اقف هنا بقى، مش اريا 4 ديت الابر تو سيرز بتاعها اللي كان مطلع لي الكورتيكو سباينال؟ ايوه، بس كان طلع منين؟ من اريا 4، كان طلع من البيراميدال سيلز الموجوده في الابر تو سيرز. انما هنا البيراميدال سيلز الموجوده في اللاترال في اللور 1 سيرد هتطلع اللاترال كورتيكو بالبر تراكت. كويس، هتنزل منها في الكورونا رادياتا، هتمشي في الكورونا رادياتا لحد ما تصل للجينيو اوف ذا انترنال كبسول مع اختها الناحيه الثانيه اللي هي الميديال كورتيكو بالبر. طيب دخلت للجينيو اوف ذا انترنال كبسول، هتنزل منها على الميد برين. الميد برين هتمشي في الكراس سيريبرام اللي هو الموست انتيريور بارت اوف ذا سيريبرال بدانكل اللي هو الجزء الثالث من الميد برين. بس تمشي فين؟ ده هنا في زحمه الكراس سيريبرام، ده هنا كان في خمس تخماس، الثلاث تخماس اللي في النص كورتيكو سباينال، الخمس الميديال للميديال للميديال كورتيكو بالبر، الخمس اللاترال لللاترال لللاترال كورتيكو بالبر. هتمشي في اللاترال 1/5 اوف ذا ايه؟ اوف ذا كراس سيريبرام، وتعدي منه للبونس وللمظله، وهيطلع بعد كده منها الفايبرز من خلال هذه التراكت تروح تشغل مين؟ تشغل الكرينيال نيرف نيوكلياي الباقيين اللي هم كانوا مين؟ اللي هم كان الترايجيمنال والفيشيال والجلوسوفرينجيال والفيجاس والاكسسوري والهايبوجلوسال، يعني كل الكرينيال نيرفس العشرة اللي تحت باستثناء الاوديتوري لانه كان سنسوري. ديت كانوا الجزئين المكونين لمين؟ للبيراميدال تراكت.